السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا رجعنا بانتصار مهم من كوتيفوار، والرسالة إلى منتخب مصر قد وصلت والرجالة فعلوها وانتصروا. طبعا بقى انا جاي لكم موضوعنا النهارده، مباراه مصر وكوتيفوار. ثاني موضوع هيبقى عن هل صامويل ايتو والاتحاد الافريقي او الكاف عموما سبب في ظلم جزر القمر وسبب في كوارث في دوري الامم الافريقيه، فده هنتكلم عنه. بس علشان عندنا كلام مهم خليك مع الانترو. طبعا بقى هنبتدي ونقول هل الكاف وقرارات الكاف وقرارات صامويل ايتو تصب في الكاميرون او في مصلحة الكاميرون؟ طبعا احنا لحد دلوقتي بنشوف الحكام عاملين ازاي في القارة، ونبدأ بقى من اول حالة اللي حكم اول مناها من الدقيقة 85. ده يعني كارثة بكل المقاييس حرفيا، ودي كارثة ان الكاف سمحت بحاجة زي دي تحصل وما عملتش ولا صبت اي عقوبة. اي نعم 5 دقايق مش هيفرقوا حاجة، والمنتخب التونسي ما كانش بيلعب ساعتها حلو، ولكن الكاف كان لابد ان يتم باتخاذ قرار طبعا، ولكن مفيش اي حاجة حصلت. بعدين بقى في الكور، طبعا الكور الملعب المفروض يكون فيه 120 كورة اصلا كده جامدين، لا هما جابوا 3 كور. المشكلة برضو ضغط الكرة مش مناسب مع الضغط الطبيعي اللي الكرة بتلعب فيها طبيعي يعني، فبالتالي الكاف برضو ما اتدخلش قرار ولا عمل اي حاجة. ونيجي بقى للفضيحة الاخيرة اللي حصلت، ان الحارس بتاع جزر القمر الثالث يا عم كان خلاص جاهز انه يلعب اصلا. ايتو كان مطلع قراره بيقول لك اذا كانت مسحة اللاعب جاهزة قبل الماتش على طول، مش على طول، قبل الماتش بيوم مثلا، فمن حقه انه يلعب عادي يعني. ولكن بقى ايتو غير القرار ده علشان ما نشوفش بقى الحارس الثالث بيشارك في مباراة جزر القمر، وبنشوف المدافع هو الذي يشارك وعمل اداء ولا اروع، ولكن منتخب جزر القمر يعاقب الكاميرون بجون عالمي وجون ولا اروع. فبالتالي ان ايتو لحد الان ممشي البطولة كلها على حسب مصلحته وعلى حسب مزاجه. طبعا قرارات صادمة الكاف خدها، طبعا ركز ميكس معايا كده وانزل اخبط لايك قبل ما نكمل كده يعني. والحمد لله وصلنا ل 1250. يلا يا جدعان الشهر ده قبل ما يخلص او شهر 2 قبل ما يخلص لازم نكون مقفلين 1500 علشان نخش بقى ونبدا في رحله ال 2000 مشترك على طول يعني. وطبعا طالما وصلت للحته دي انزل اضغط لايك يا معلم كده وخليك معايا تاني وارجع للفيديو. طبعا بقى هنقول ان في قرارات صادمة زي اللي احنا شفناها من صامويل ايتو دي، بيمشي كل حاجة بمزاجه، كل حاجة ماشية، حتى المسار بتاع المنتخب الكاميروني مسار سهل. اول مواجهة صعبة هتبقى في النص نهائي، اول مواجهة صعبة هيقابلها الكاميرون هتبقى في نص نهائي، وبعدين بقى لو صعد منها او بعد عنها كمان هتبقى في النهائي. ما بنقولش المنتخب الكاميروني وحش، ولكن ايتو كان بيفرح لما دخل جون في جزر القمر واللي هو اصلا سيستمها، وجزر القمر متشلوحة اصلا باصابات الكورونا، وسبحان الله هو المنتخب الوحيد اللي مفيهوش ولا اصابة كورونا. اول مرة اشوف كده يعني، منتخب تونس مدجج بالاصابات، منتخب كل منتخبات البطولة حرفيا جالهم كورونا الا منتخب الكاميرون، ما تعرفش هم ايه يعني، ما بيختلطوش باي حد يعني، انا مش فاهم والله. دي لسه دي احنا بنسخن. فبالتالي يعني حاجات غريبة بنشوفها من صامويل ايتو، صامويل ايتو اللي كنا واقفين معاه وبندعمه في القرار اللي لازم تتلعبه فعلا كنا بنناشد، وانا اول واحد انا اتكلمت وقلت شابو لايتو ان هو بيكافح علشان امم افريقيا تتلعب. خلاص طالما امم افريقيا تتلعب اثبت للجميع ان قارة افريقيا قدها وقدود. لا مش كده، مش ملاعب وحشه وناس تموت في الاستاد وهي طالعه وحاجات غريبه بنشوفها في البطوله العجيبه دي، ومنتخب الفريق نفسه ما فيهوش ولا اصابه كورونا. انا مش فاهم بقى ازاي دي بقى والله العظيم. فبالتالي نتمنى من صامويل ايتو انه يغير ولو شويه بسيطه في المباريات القادمه. والكاف برضو اللي فيها قرارات غريبة بتطلع من اللي هو بيثبت حكام غريبة كده، اول يعني حكام قراراتها زي الزفت اصلا، وحاجة تشيل اللي بيبوظوا ماتشات علينا اصلا يعني. فبالتالي ده اول موضوع لنا النهاردة واول فقرة لينا اللي هو ازاي تسبب الكاف وايتو في
طبعا في دمار البطوله ديت، لان ده اللي بيحصل ده غلط. اصل شوفوا التنظيم في مصر كان عامل ازاي، كان شابوه عليه وكان تنظيم عالمي. عايزين بقى ندي الثقه للقاره، نشوف بقى نشوف، وادينا بنشوف وبيحصل كوارث. طبعا بقى ندخل على طول على الموضوع الثاني وهو انتصار منتخب مصر. ايوه يا رجاله، عاش والله العظيم الاداء، عاش الاداء في الملعب، عاش الرجوله. اول مره اشوف منتخب مصر بيلعب باداء ورجوله من 2017 وربنا. ده كله العيال بتموت نفسها حرفيا على الكوره. ايوه كده يا رجاله، حتى لو كنتوا خسرتوا لا قدر الله يعني كنا هنقول ايوه المنتخب لعب، ايوه المنتخب عمل اداء ولا اروع. طبعا لعب بتشكيلته الطبيعيه اللي 4-3-3. طبعا بدا بمحمد عبد المنعم، الله عليك يا كيروش. لو ايوه كده يبدا بايمن اشرف، انا بالنسبه لي ايمن اشرف ما لانه هو سريع الطرد، بياخد طرد بسرعه، بياخد انذار بسرعه وبيتعصب. فانا بالنسبه لي ايمن اشرف ما كانش يبدا غير باك مثلا، ما يبداش قلب دفاع ابدا. فمحمد عبد المنعم بدا بمحمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد العالمي الرجوله، اقسم بالله لا هتكلم والله. ومحمد النني اللي انا كنت معترض انه ما كنتش عايزه يلعب اصلا يعني، وكان حتى عبد الله السعيد كان يبقى احسن، ولكن النني اثبت رجولته. ولكن في حاجات غريبه كده اسيبها لكم اهو. في بساط النني لو كان وزعها على الناحيه الشمال ناحيه عمر مرموش كان زمانها انتهت بجوان حرفيا يعني. مشكله النني انه بيبص ورا، هو المشكله اللي الكوره في منتخب مصر بتدور على الاثنين، النني وعمرو السوليه، هما اللي بيدوروا، هما اللي بينزلوا يستلموا الكوره. فبالتالي لو النني رجع بالكوره لورا ما لعبهاش لقدام، فبالتالي احنا مفيش. وحمدي فتحي في الملعب كان عالمي ورجوله طبعا يعني، ولولا الاصابات اتصاب شد في الضمه. وطبعا بقى الشناوي اللي اتصاب اصابه يعني شكله مش هيكمل فيها لحد افريقيا وربنا يستر يعني. فبالتالي ان كيروش لعب بطريقه تميل لل 5-4-1، وتميل برضه في بعض الاحيان لل 4-4-2 كنا بنشوفها في بعض الاحيان يعني كده. ولكن حرفيا كيروش كان عالمي، كيروش كان بص هو نفس الخطه اهو، بس في التزام تكتيكي من اللعيبه حرفيا يعني. وده بنشوف مثلا عمر مرموش العالمي الرايق لما كان بيسد ناحيه الشمال اليمين، كان بيسد ورا احمد فتوح مع عمرو السوليه اصلا اللي واخد المركز ده ومش متعود عليه، عشان كده ما كانش باين. ولكن النني لعب في مركز رقم 6 كده كان رايق حرفيا يعني. بس عندك احسن من كده يا نني، وعايزين نشوف احسن من كده. فعمر مرموش حرفيا كان هو بيضغط على المدافع بتاع الفريق المنافس طبعا اللي هو كوت ديفوار، ووراه على طول مصطفى محمد، على طول على طول وراه مصطفى محمد، وبرده محمد صلاح نفس الحوار، ومصطفى محمد وراه، ومصطفى محمد ومحمد صلاح وراه عموما يعني. وفي خط النص بقى محمد النني كان قافل حرفيا على المنطقه دي كلها، وعمر السوليه الرجوله اللي ما كانش باين قد كده يعني، بس دوره مهم جدا جدا في الملعب. وحمدي فتحي هو اللي كان بيقوم بدور الليبرو، كان بينزل كده مع المدافعين على طول كنا بنشوفها. فبالتالي احنا ضيقنا على كيس ولا اي كيسيه ولا هيلر اللي هو هداف دوري ابطال اوروبا محمد عبد المنعم. بص ولا اي هيلر يلا، ولا اي حد يا ابني، ولا نيكولاس بيبي ولا اي حاجه اللي هم بيعملوه. الخطه اللي بيعملوها اصلا للاجنحه بتستلم الكره ثم تقطم وتشوط، هي يعني بيعملوا كده اصلا. وقوتهم في خط النص بتاعهم ولا اي زهه، زهه كان نازل على عمر كمال عبد الواحد ولا اي زهه حرفيا. كل حاجه انا شايفها في الماتش واي تفصيله تكتيكيه كده يعني. وحرفيا تبديلات كيروش كانت كويسه، نزل زيزو عشان يعرض لمصطفى محمد، ولما جه الشوط الاضافي الاول نزل على طول بمحمد شريف علشان هو سريع ومهاجم عالمي بيعرف ينزل يستلم ويعمل كل حاجه حرفيا. والحلو برضو ان يعني ما نزلش رمضان صبحي، لان رمضان صبحي بطيء شويه بطيء شويه، عايز كده بقى التفاهم تديله من اول الماتش كده مساحات بقى من على الخط هيروق عليك. بس انت دلوقتي عايز سرعه في الاداء لانهم نزل لك زاها، فانت عايز حد سريع سريع سريع. مثلا زيزو اسرع شويه من رمضان صبحي فهيسد عن رمضان، بس رمضان عالمي، بس تديله من اول الماتش عشان يمتعك ويمزجك على الخط كده ويديك كام كره حلوه. فبالتالي مبروك للمنتخب الرجوله ده، وبالتالي محمد عبد المنعم اللي انا راهنت عليه وهو قد الرهان حرفيا. شكرا لمحمد عبد المنعم اللي كل الجهود وجاب ركله الجزاء، وعمر كمال عبد الواحد، وطبعا ابو جبل العالمي اللي نزل بعد ما الشناوي اتصاب وصد الكور كلها اللي جت عليه وصد ركله الجزاء وعمل كل اللي عليه حرفيا. هو ده منتخب مصر، بالتوفيق لملاقات المغرب بقى. نركز، اتمدحنا، عملنا كل حاجه، لعبنا رجاله، نثبت على ادائنا ده
وان شاء الله هنكسب منتخب المغرب. ليه لا يعني؟ اي نعم، في بوفال، في اشرف حكيمي، في يوسف النصيري، في ياسين بونو، في يعني تاي، في كل حاجه، في كل حاجه حرفيا. ولكن احنا قدها زي ما لعبنا ماتش كوتيفوار، نلعب ماتش المغرب بنفس الرجوله ونفس الالتزام التكتيكي. ده كل حاجه كان عندي. ان شاء الله نتقابل في مباراه المغرب ونكون سعيدين وفرحانين اللي احنا وصلنا لنص نهائي البطوله دي، وان شاء الله نشوف اداء احسن من كده كمان لمنتخب مصر. فبكده خلصت الفيديو، بقى ما تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس وتوصل الفيديو ده ل 50 لايك، اللي انتوا الحمد لله بقيتوا بتقربوا تجيبوا 45 مثلا كده، بس يلا عاش، جيبوا ال 50 لايك يلا. وهسيب لكم حساباتي في اخر الفيديو، وهسيبها لكم في لينك الوصف، واستنوا فيديوهات جديده واجدد، وسلام.